السرب المؤلف من آلاف المسيرات الهجومية التي يقول مسؤولون أوكرانيون إنهم حصلوا عليها من ألمانيا، أطلق عليه اسم ماتياس روست. لكن من هو ماتياس روست؟ في عام 1987 كان مراهقاً ألمانياً في 19 من عمره فقط، يعيش في هامبورغ التي كانت تابعة لألمانيا الغربية، وكان الوضع متوتراً وقتها بين الغرب والاتحاد السوفيتي السابق. قرر أنه يريد أن يفعل شيئاً بشأن ذلك، ركب طائرة بمحرك واحد كان قد تدرب عليها سابقاً، وطار بمفرده أكثر من 750 كيلومتراً انطلاقاً من ألمانيا. لاحقاً عبر فوق كل الدفاعات الجوية السوفيتية التي كانت تعتبر الأكبر في العالم، وهبط بشكل مفاجئ عند بوابات الكرملين في الساحة الحمراء في موسكو. كان يريد بحسب ما يقول أن يبني جسراً وهمياً بين الشرق والغرب وتحسين العلاقة بين المعسكرين، لكن السلطات الروسية وقتها ألقت القبض عليه بمجرد هبوطه، كما أقيل وزير الدفاع السوفيتي وقتها. لاحقاً حكمت محكمة روسية عليه بالسجن 4 سنوات قضى منها حوالي العام، ثم عاد بعدها إلى ألمانيا حيث دخل السجن لاحقاً لسبب آخر بعد طعنه أحد زملائه في مشفى كان يعمل به. خلال السنوات اللاحقة كان ينظر إلى رحلة روست باندهاش كبير، حتى أن سكان موسكو كانوا يشيرون لبعض الوقت إلى الميدان الأحمر حيث هبط، وكأنه أحد المطارات في العاصمة الروسية.